اليوم الأول من ولاية أوباما يغرقه في التحديات الاقتصادية وحتى المناخية. تقرير جان أخون. لأن رئاسة أكبر قوة في العالم لا تحتمل التلهي باحتفالات الفوز، عاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى البيت الأبيض آتيا من شيكاغو، حيث كان يتابع نتائج الانتخابات مع مناصريه. الرئيس المنتخب لولاية ثانية مد في خطابه الأول يده للجمهوريين من أجل العمل لتجنب أزمة مالية تلوح في الأفق، وهو اتصل بعدد من القيادات من أجل الوصول إلى حلول مشتركة تفاديا للانكماش. وبما أن الجمهوريين حافظوا على أكثرية في مجلس النواب مقابل سيطرة ديمقراطية على مجلس الشيوخ، كان لابد من توحيد الرؤية في ظل الانقسام الحزبي. فالمرحلة المقبلة في الولايات المتحدة تختصر بعنوان الهاوية المالية، وخصوصا إن لم يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون بحلول نهاية السنة إلى اتفاق، فاستمرار الانقسام سيؤدي إلى دخول خطة تلقائية من الاقتطاعات في الميزانية والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ لخفض العجز الكبير في الميزانية العامة، ما يهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي الهش. وتضاف إلى هذا العجز مسؤولية رفع سقف الدين لمنع تعثر الولايات المتحدة في تسديد مدفوعاتها. في ظل هذا الواقع الصعب، استعاد أوباما مكتبه البيضاوي رغم نسبة بطالة تعتبر الأعلى منذ ولاية فرانكلين روزفلت عام 36. ومن عاصفة الانتخابات إلى عاصفة الطبيعة التي استبقتها نيويورك بإغلاقها الشواطئ والحدائق هي التي لم تتعافى بعد من أعصار ساندي. ورغم التطمينات إلى أن هذه العاصفة لن تكون بقوة ساندي، ألغيت الرحلات وسعت السلطات لمساعدة الأهالي، بما أن أكثر من 90,000 منزل لا يزال محروما من الكهرباء ومن وسائل التدفئة الضرورية بسبب العاصفة الأخيرة.